رحلته غير الطويلة علمته درسا طويلا، فحين يترك الوطن جريحا لا بد من العودة. لا يكتفى بالذود عنه بنفس الأسلحة التي استخدمها أعداؤه. في كل الأبنية التي شيدها لم يجد أمانا إلا ببيته القديم قدم دمشق، فتصاميمه لن تحظى بألقها إلا في الوطن، وأحلامه بإعادة إعماره لا يحدها حد. أنا مهندس إحسان الأسمر، كان خلال مراحل الإعدادي والثانوي كنت متفوق بمادة الرياضيات بشكل جيد، يعني علامات كاملة تقريبا. استمرت هاي المرحلة لا وصلت للبكالوريا، فكان خياري الأوحد هو أني أدرس هندسة، بس أي هندسة هون ما كنت بعرف حتى الفرق بأنواع الهندسات. بعدين نصحوني أهلي أنه لا سجل مدني لأنه هندسة عامة وشاملة لكل شيء. اشتغلت أنا تقريبا 13-14 سنة مع مؤسسات حكومية، من بينهم بشكل أساسي محافظة دمشق، لكن المجال اللي كنت أنا عم اشتغل فيه هو تخطيط المدن، مع أني مهندس مدني ما كتير ملت له، لكن حكى بوجود عملي بالتنظيم العمراني بالمحافظة انه اكتسب الخبرة بسرعة ووصل لهي المرحلة اللي وصلت فيها. صرت عضو اللجنة الاقليمية بالنسبة لمخطط مدينة دمشق للأمد التخطيطي لعام 2020. كان مجموعة فيها شي 25 مهندس، انا اصغرهم سنا، كنت عضو مقرر باللجنة هي قبل ما قرر اني بدي سافر. مجهود كبير لكن موظف، والطموح طموحها بالخبرة جيد، لكن بالمادة في ستابيليتي، في ثبات تقريبا مكانك رابح. أنا طبعا كنت لحتى عين حالي، أنا كنت موظف، كنت درست مادة رياضيات لكل المراحل الإعدادية والثانوية، حتى كل فروع الكليات العلمية اللي عندهم رياضيات درستهم. يعني ما في منهاج بكلية من الكليات علمية، من الصيدلة للطب الأسنان للطب البشري للتجارة لكل أنواع الهندسات، كنت أعطي دروس خصوصية لحتى عيل حالي ماديا. فإجت فكرة أنه أخي عايش بالكويت ومن زمان كذا مرة يعرض علي سافر أرفض. طبعا كان عندي مخاوف غير عدم محبة السفر، لأنه صح لي سافر على دول غربية قبل، يعني أيام كندا كان تعطي الإميجريشن بس عبي الطلب كونه مهندس بيعطوه الهجرة، رفضتها. صح لي قبول جامعي بجامعات فرنسا وما رحت كملت. هلأ اللي حصل فيما بعد، رحت قلت لجازف، رحت على الكويت. طبعا انا عندي خوف، يعني انا عندي خوف، انا رايح على بلد غني بالنفط، في شركات اجنبيه، في سيستم اجنبي غربي، في لغه، نحن طبعا دارسين الهندسه باللغه العربيه، فهي احد المطبات اللي بتواجه المهندس هنيك. وفي انه انا مقضي 10-13 سنه خبره لكن ماني مشتغل بالمجال التنفيذي، هذا كان احد الشغلات مخوفتني. طبعا سافرت على الكويت، رحت اشتغلت بشركه انتيريور ديكور، من شركه عملاقه يعني بمنطقه الخليج، في لها فروع بكل دول الخليج. اسم المركز مركز فرنسي للديكور، بيعمل ديكورات للمحلات البراند الماركات العالميه. انا اول كام شهر كان مديري طلع انه يعني كأنه عم ينفعني انه عم يشغلني عنده، لكن خلال كام شهر بلشت استلم مشاريع. سلمني اهم مشروع عنده بشركته لشركة عملاقة وصاحبها سوري على فكرة، صار يزداد الاعتماد علي بالشركة رغم انه في مهندسين جايين من كندا، في مهندسين صار لهم 10 سنوات بالشركة بيشتغلوا.
بالانتيريور، صرت مسيطر على تقريبا يعني ماسك شي 80% من مشاريع الشركه بالكويت. انا عم ديرها يعني عم دير كذا مشروع بنفس الوقت، مو مشروع واحد. المهم وصلت لمرحله انه انا الديكور حاجه، لازم ارجع لهويتي الاساسيه اللي انا مهندس مدني. رحت اشتغلت بشركه عملاقه بتشتغل ابراج عاليه، طبعا بكوني انا بشتغل انتيريور وبيعرفوني فسلموني الفينيشينج يعني التشطيب. بديت بالشغل، ما في كام شهر المالك العقار فرضني انا على صاحب الشركه انه بدي اياه هو يكون مدير المشروع، لاجل انه انا كتير متعاون وكتير عم صلح. في احد المصممين اسمه دينو من اليونان مصمم جزء من البرج، احد التصاميم فيها اغلاط فادحه، ومين اكتشفها؟ انا اكتشفتها. هذا كان اكبر برج بالكويت بهذيك الوقت، بهذاك الوقت الحكي هذا بين 94 عفوا بين 2004 و 2007 تنفيذ هذا البرج، كان اكبر برج بالكويت، اول برج تجاري. طبعا في ابراج سكنيه صغيره لكن هذا اول برج تجاري، ارتفاعه 32 دور، في مهبط هليكوبتر كمان انا صممته. المهم برعت بهذا المجال وحبيته اكثر من الانتيريور، رغم الانتيريور اكسبني شغلات ما كنت شايفها بحياتي. دمشق يعني انا طبعا بدي جاوب جواب من دون عواطف. دمشق هي ام العمارة بالعالم اصلا، يعني اذا منحس عنا حس معماري من كتر ما منشوف من الاوابد السورية الجميلة جدا اللي هي اعجاز بالعمارة. وعلى فكرة انا اطلعت على العمارة العالمية ووجدت انه القوس والعمود حتى الجملون وصل لامريكا، انتقل من سوريا لليونان لروما لامريكا اللي هو الحضارة الحديثة، يعني بعدهم على الاشكال اللي احنا صممناها سابقا. هلا دمشق الشيء اللي انا كنت تعبان منه هو انه ما في ادارة ماشي على سيستم معين. في سيستم صار بالعالم كله، بتجيبي شركة من اي دولة من دول العالم بدها تمشي على النظام المتعامل فيه، يسموه نظام الايزو، بدها تمشي على هذا السيستم. نحن عنا ما في، يعني نحن كنا متأخرين عن هذا الموضوع، بالإضافة لأنه في بعض العوائق البيروقراطية بالمكتبية والقوانين والتشريعات هي بتعيق العمل. مشروع بده يخلص مثلا بسنتين بياخد 10 سنين مثلا. هاي الإعاقات هاي كلها هدر لأمكانات البلد وخسارة للشعب. لا أنا مجموعة الأبنية اللي عملتها كمدير مشروع بالكويت بفتخر فيها. كثير من الناس بيسألوا مين اللي نفذ، رغم انه احيانا بيكون المواد رخيصة، والمواد مختارينها رخيصة، لكن منلبس المبنى بهي المواد نفسها، بس طريقة فنيات التنفيذ عم تعطي فخامة وتعطي جمالية للمبنى. طبعا الشركة عنا استفادت من هذا الامر، يعني على تنفيذ بيرفكت عم يجي على الشركة ناس يعطون مشاريع لينفذوها، يعني يكسبوا من هذا الموضوع. فهذا الشيء كتير كان يفرحني. كنت اتعب كتير، كنت بالنهار اشتغل 12-13 ساعة كل يوم، لكن في متعة لي لانه عم حس انه هذا المجال فيه ابداع. المهندسين السوريين مميزين، هذا بامانة وبصدق. مين ما كان المهندس، وما عم بحكي عن مستويات المهندسين اللي ممكن نقول في فروقات بيناتهم، المهندس السوري شخصيته قيادية، يعني بتلاقي مثلا نسبة كبيرة من المهندسين السوريين مدراء مشاريع. ليه؟ لأنه بيدير العمل لو تحت إيده 200 مهندس ومساعد مهندس فقادر يدير. هي أول شيء. تاني شيء، في شغلة موجودة بالسوري بتختلف، إنه جدي أخي إحسان زلمة بحب عنده طموح كبير، ما بيقدر يحط بباله شيء إلا ما ينهيه للأخير. هلا الشيء الحلو اللي بيعجبني فيه كشخص، أنا مقرب منه، مو بس أخ،
هو كمان رفيق. انا كنت عم بقول له دائما انه العالم مع فكره انه احنا بدنا نعمل عقد بالخليج وبدنا نطلع برات البلد، الوضع المادي الوضع الاقتصادي، وكثير بسمعيها بشكل معاكس من الناس انه اللي عم نحكي نحن بمكان او احسان بيحكي بمكان وبهالنفحه الوطنيه اللي موجوده عنده اللي بده يجي ويرجع ويعمل ويساوي، والبلد هلا بحاجتنا. وهي دائما بقول له عليها ان انا استغربت انه انت اخذت قرار نزلتك على الشام، اجى على الشام حتى بالزيارتين قبل الاخيره فكان في حوارات تصير بالبيت، يقولوا له انه من رفقاته معقول احسان انه انت يعني هلا بعدك ترجع يعني، فقال لهم لا اذا ما اذا كان في شغل كثير برا وعم بيغنيني عن هذا الشيء انا بدي ارجع، لانه هلا انا بحاجه البلد لي خلص. هذا الشيء كبر بعيني كثير، يعني قديش كنت بعرفه وبحكي انا وياه، بس الانسان انه يخسر شيء من فائدته الماديه مقابل شيء وطني موجود فيه. دمشق وجع، عشق دمشق. يعني انا قعدت بالكويت فترة 13-14 سنة تقريبا، في بيني وبين دمشق عشق قوي جدا، بحب الحياة بدمشق، مو بس بحب الحارات العتيقة والياسمين مثل ما بتكتب القصائد، بحب الناس بدمشق، خاصة لما تفوت على السوق الحميدية أو سوق البزورية أو الناس بشكل عام، هذا الخليط الجميل جدا بدمشق، هذا اللي يعطيه الروح لدمشق. أنا دائما وقت كنت أجي إجازة ممكن ما يعطوني أكثر من 20 يوم، أجي قبل ما سافر بشي أسبوع ببلش بكتئب. ليش؟ لأنه ما بدي أرجع، بس مضطر أرجع، في يعني التزامات وفي برامج وفي أعمال لازم أقوم فيها ما بقدر أترك. من بداية الأزمة ما طبعا أي مواطن بحب بلده كتير لازم يكون صار عنده بداية الصدمة، أول شيء إنه شو عم يصير. من أول أيام أنا عم بحكي، مش إنه أول أشهر، أول أيام إنه لا ما معقول، هذا الشيء مو معقول. كنت أنا طبعا عندي نشاط بسيط على الفيسبوك قبل الأحداث، بس خلال أيام عم بترقب الأحداث بالتفصيل 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 من مصادر كثيرة، اكتشفت انه في شيء هاجم على البلد، تسونامي رهيب والبصمة قاعدية من اول ايام، لانه كان الهدف التخريب والقتل. فكنا مفتحين عيوننا كثير، هنيك الاعلام مباح، يعني فيك تشوفي الاعلام كله بالعالم كله متوفر اكثر من هون، نت قوي كثير، يعني الموقع اللي ما فيني فوت عليه عن طريق التي في بفوت عن طريق النت، مجهزة إعلاميا محطات كانت عم فاتحة قبل الأحداث شي سنة وبسنتين، محضرة كانت تعمل برامج منوعة هيك بسيطة. لا وقت بلشت الأزمة بلشت كشفت الماسك تبعها هاي المحطات، محطات بالخليج، وبلشت الحرب الإعلامية. أنا ما بدي أحكي عن البي بي سي والجزيرة اللي كل العالم تعرفهم، لا في محطات مبنية جاهزة قبل بوقت. حتى أنا عرفت شغلة، حتى المخيمات للاجئين كان مبنية قبل بداية الأزمة بسوريا، إن كان بتركيا وإن كان بالأردن. فأنا معلش عم بحكي هذا الكلام لأني متابعه بالتفصيل وبدقة، أنا بعرف شو اللي صار. الناس ارتهبت أول شيء، عم بحكي عن المقيمين بالخليج، في ناس التزموا الصمت، كانت احداث تونس ومصر يعني هون بسوريا رح يصير نفس الشيء، هيك كان المعتقد. يعني الحمله الاعلاميه والدعايه عملت هالمناخ هذا. انا لا، انا قناعتي مختلفه تماما، انه هذا كل اللي صار كرمال سوريا. سوريا هي المستهدفه، في استهداف دولي. ليش؟ لأنه بتشوفي المحطات من مختلف الجنسيات، الغربية والعربية والتركية كلها عم تضخ
عم تندار كأنه عقل واحد عم يديرها كلها. هذا دليل انه مو قصة مطالب محقة ولا قصة. تاني شغلة لفتة للنظر، ليش الربيع العربي يصير بالبلاد العربية نظامها جمهوري؟ هذا لافت كتير للنظر. بالخليج بتشوف في جنسيات، مثلا جنسية كذا بتشوفي درجات للجنسية، درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، ما في أي حقوق للمواطن. أنا زاير دول الخليج كلها، دول الخليج على هوا الغنى اللي فيها، البنية التحتية عنا بسوريا بالضاهية، رغم كل شيء عنا بسوريا نحن البنية التحتية عنا بالضاهية. هذا الشيء بيخلي الواحد يحس إنه قدي بلده حلوة، وقديه الشيء اللي ممكن كان يصير قديش ممكن يكون مؤلم اللي بلشت فيه الأزمة. مباشرة أنا قلبت مثل ما بيقولوا، قلبت الفيسبوك، فتحت صفحة إخبارية كاملة بذكر لحد هلأ يعني في من الصحفيين العالميين اللي وقفوا معنا وموقف وجداني وكتير منيح، فرانكلين لامب، سيمون هيرش، روبرت فيسك، جورج جالوي، في شخصيات عالمية اشتغلت معنا لصالحنا ودعمتنا ومتفهمة قضيتنا. فهدولي أنا كنت على تواصل معهم دائما، فوت على مواقعهم أخذ أخبار منهم، أحيانا مو مترجمة ترجمة ونزلها على الفيسبوك. فعملت هذا النشاط على الفيسبوك. أول الأمر أنا كنت حسيت أنه هذا النشاط قد يعني يكون له صدى بين الجالية السورية أو قد لا، يعني هذا كان محتمل لأنه حسب الضجيج اللي كان السيارات، بعض السيارات يرفعوا علم انتداب أو شيء، بعض السوريين للأسف يعني. لكن بدت الحملة على الفيسبوك حملة قوية كتير، لقيت إنه هاي معركتي. يوم بعد يوم حسيت إنه بدأ مزاج الجالية السورية يتغير. طبعا في من الأساس إيجابيين وكتير مناح، بس بدت تزيد هاي النسبة باستمرار لأجل حادثة صارت وقت المباراة. كان في تواجد للجالية السورية اللي هي بتؤمن بالوطن، بتؤمن بالعلم السوري، نجمتين الخضر، كان تجمع ضخم وكان مفرح بيتلج الصدر مثل ما بيقولوا، لأنه كان كل العالم معتقد أنه المغتربين اللي بالخليج أنه ممكن يكونوا منحازين مع الإعلام هداك الثاني اللي هن عم يرعوا الخليجيين حتى. فبهي المباراة كان فيصل مثل ما بيقولوا، كان مفصل أساسي إنه يبين إنه الجالية السورية إلى حضورها المؤيد طبعا، وكان مشهد رائع. 2013 قامت الدولة الكويتية منعت أعلام الانتداب أو أي علم تاني حتى ما يصير في تصادم. نحن بنفهم المزاج، مزاج الدولة إنه كمان هي بمجلس التعاون مضغوط عليها. كمان بأوائل 2014 نزلت خبر عودة فتح السفارة السورية بالكويت. قررت العودة عدة مرات. كنت بدي اجي بآخر 2012، حدث ظروف معي هنيك بالعمل انه تسلمت مشروع كتير كبير، وعرضت انه انا بدي اترك هذا المشروع لاني بدي انزل على سوريا. مدير الشركة عنا قال لي ما حدا بيحل مكانك بهذا المشروع، بدك تكمله. بأوائل 2014 يعني بشهر 5 لحتى قدرت انزل. كل انسان له دور بالحياة، بيقول المثل البحصة بتسند جرة. طب خليني انا هالبحصة، خليني الي دور ولو كان دور قليل، لا مانع، المهم انا اقدم لوطني شيء. هلأ وطني موجوع ومجروح، ولو كان دور يمكن مو أنا اللي حدد حجمه، بجوز غيري يحدد لي حجمه يكون حجم صغير، أنا رضيان وأنا مطمئن. يعني أول الأزمة لحد هلأ أنا مطمئن من نصر إنه قادم، لأنه بتشوفي تركيبة المجتمع عنا مجتمع صح، في أشياء، في ناس تحب تصلي الضوء على بعض الأماكن المعتمة، لكن المجتمع عنا صمد. الطلبة اليوم عنا 4 ملايين طالب بينزلوا على المدرسة، عز دين القذائف كان عم تنزل على الطرقات وعلى المدارس، وأربع ملايين طالب، هدول الجيش الثاني بسوريا، 4 ملايين طالب هدول الجيش الثاني بعد الجيش العربي السوري، أهم الدفاع الوطني.
فهذا التحدي كان جدير في سيادة الرئيس، لأنه أنا بقول عنه أنه هو القلب الشجاع. يعني الشجاعة اللي عنده صنعت صورة للنصر القادم. حسيت حنين أكثر من قبل كتير، حنين للناس، مو بس أنه والله هي بلدي وعم بيع سياسة، لا، حنين للناس، نكون معهم، نكون مع العالم، نشجعهم، نقول للناس اصبروا معلش، بقينا خطوة صغيرة. البلد قبل الأزمة كان ماشي بمسار ما معين، دخلنا بالأزمة سقطت أقنعة كتير من الناس اللي بيعتبروا أصدقاء أو الأخوة العرب أو النظام العربي بشكل عام أو الدول الجوار، يعني خليني أقول هيك. هذا القناع اللي سقط هو اللي استفز سوريا إن توقف تقول لا، وهذا الثبات اللي صار حيغير مو بس سوريا، حيغير سوريا ويغير كل هذا المحيط اللي هو فيه مفاسد، فيه سوء وفيه غدر. أنا مؤمن بالكادر السوري، في عنا خبرات كتير قوية كان بدول الخليج ولا بدول الغربية، حتى في عنا إمكانات ضخمة. أنا أتمنى أنه نستعين بإدارة صينية لفترة مؤقتة لبينما نبلش نفرخ من هالنظم، هاي النظم لقلنا يعني تكون مشابهة. هذا من جهة. من جهة تانية احنا عنا بسوريا في عنا نقص كتير شديد وما بنعرف نتعاطى معه، هو موضوع السيرة الذاتية، human resource. لازم يكون عنا بنك معلومات كاملة عن الكادرات والطاقات الموجودة. وانا متأكد كتير في ناس كتير بالخليج هلأ بس يندعوا بيجوا، مهم يجي يلاقي محل يشتغل، مش يجي يقول له تا حب بلدك. في عندي هامش صغير اني اعمل مشروع خاص فيه، بس طبعا يعني ما راح يعطيني المردود اللي انا عم بعده. كنت بالكويت كان راتبي عالي جدا، يعني مرتبي الشهري من فوق 1.5 مليون. اثناء الازمة اذا دققنا النظر بنشوف انه نحنا في شيء عنا كان نوعا ما ما في اهتمام فيه، ما انه مركز عليه، خلينا نقول في محك عليه، اللي هو الهوية السورية. الهوية السورية هوية من المعنى الحضاري، إنه سوريا هي البلد العريق اللي صار له 10,000 سنة. بدها تمر بهيك أزمة أكيد رح تعبر منها، لأنه مرق على البلد أزمات كتيرة ومثلها خطورة وأخطر منها وطلعنا منها. فهالبنيان الحضاري ليش مغبون حقه؟ ما في ضوء على الشخصية السورية، اللي هي شخصية كانت بداية القانون المدني بالعالم، من أمريكا لجزر الفيجي بشرق اليابان، قانون مدني، قانون سوري. طيب نحن ليه ما بنعرف هالشي؟ ليه ما عم نفتخر بهالشي؟ فتح قدامي أفق، اطلع على تجارب. طلعت على تجربة في نادي السوري بالبرازيل، نادي عريق جدا عمره 50 سنة. حكيت مع إدارة النادي وبعثوا لي بيانات. هذا النادي صار له 50 سنة مؤسس، عم يضم الجالية السورية واللبنانية والفلسطينية. هذا النادي عنده مستشفى، عنده أطباء، عنده مدارس، عنده النادي بياخد من محطات مشهورة بالبرازيل بيحجز عليها كذا ساعة ليبث خصوصي عن سوريا. هاي الفكرة عجبتني كتير. العمل المؤسسي هون بالبلد لازم نأسس هيك أعمال. في تجارب هون، لكن هاي التجارب ما أخذ طابع وطني. فأنا بشوف أنه لازم نعمل مؤسسة ترعى الأعمال، تقوم بأعمال فنية وأنشطة ثقافية، تتبلور وتتمحور كل هالأعمال على الهوية السورية. خلال عمل سنة أنجزت مشروع حضرته، هو وحبيت سميه البيت السوري. ليش؟ لأنه بدي يوحي للمواطن أنه هذا بيتك، لأنه رح نكون عائلة، نحن نشتغل مع بعض. زيادة الحواجز بين اللي حصلت نتيجة تراكم الأزمة، وأنا أتوخى طبعاً إذا هالعمل قام ووقف على رجلين، أنه يكون له فروعه بكل المحافظات، يقوم بهاي الأنشطة اللي هي الناس اليوم كتير بحاجة إلها، بحاجة لشيء يدفيهم، ما بدهم شيء يبردهم، وما بيدفي أكثر من حضن الوطن.
أنا بدي أقول لكل المغتربين، بلدكم جميلة جدا، ومرجعكم بالأخير لبلدكم. يوما ما بدكم ترجعوا على بلدكم، إن ما رجعتوا أحيانا بشوركم يمكن ترجعوا غصبا عنكم، لأنه هذيك البلاد اللي عم تشتغل فيها عبارة عن مكان للعمل فقط، مو مكان للحياة، مو مكان للذرية، للأبناء وللأحفاد. أنا بقول إنه يمكن في ناس بدها وقت من التفكير، من التخطيط للعودة. معلش ابدأ هلأ، ابتدى من هلأ فكر وخطط للعودة ورجع لبلدك، لأنه بلدك أولى إلك وأنت أولى إلك.